هكذا يبرز دور المرأة العراقية في ساحات التظاهر. كعادتها تسعى إلى أن تترك بصمتها من خلال تقديم الخدمات للمتظاهرين وحثهم على الاستمرار في الاحتجاج. وباعتراف الرجال، لأنها لم تمنح الفرصة لدخول المعترك السياسي والحصول على المناصب السيادية في الدولة العراقية. أثبتن بجدارة أنهن جديرات بأن يكونن مع الرجل في نفس المكان وفي نفس الدور. الحقيقة ترشيح المرأة لدور رئيس الوزراء ليس جديد على العراق، أن تصل امرأة إلى أدوار ولكن ليست رئيس الوزراء، ولكن أنا أعتبرها شيء طبيعي وشيء بالعكس ليس مبدل. طالما كانت النظرة للمرأة بتبعيتها للرجل، فهل تم إنصافها في السنوات الأخيرة وبعدما أنجزته على الصعود كافة؟ المرأة نصف المجتمع، وأنا باعتقادي المرأة كل المجتمع. المرأة هنا بساحة التحرير يعني أول شيء قدمت ابنها في دول الوطن، وسانته بعدهم مستمرين طبعا بالساحات موجودات، تطبخ وتنظف وتهتف وتثقف وتدرس وتعلم، يعني بالمجال السياسي ما لها دور ولا بنطيها فرصة. دي الفرصة للمرأة العراقية، يعني أصبحت النظرة للمرأة دونية، وبالنتيجة أثر على الوضع الاجتماعي والاقتصادي حتى صار عندنا تدهور بكل الميادين. في إقليم كردستان قد لا تختلف الصورة كثيرا، فرغم تمثيلها في عدد من المناصب الحكومية إلا أنها ما زالت تسعى إلى مساحة أكبر لمساواتها مع الرجل. المرأة الكردستانية أعتقد أنه حصلت أو حققت إنجازات غير قليلة في كثير من المجالات. على الصعيد القانوني هناك تقدم إذا تقيسه بالمناطق الأخرى للعراق. المرأة الآن في كردستان امرأة تقود البرلمان، امرأة رئيسة البرلمان، وهناك في مجلس الوزراء عدد لا بأس من النساء، ولو طمعنا أن يكون أكثر بكثير. أمنيات نسوية في أن يكون للمرأة حضور أوسع في الساحة السياسية بما يتناسب ودورها الفاعل في بناء المجتمع. فهل تتحقق أمنياتها وسط سيطرة المجتمع الذكوري على منافذ الحياة العامة؟